أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من كتاب الواضح في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. إذن أحبتي الصغار، اليوم لدينا نص جديد، إذن قصة قطعة الخزف. أعيد، قصة قطعة الخزف. إذن أحبتي الصغار، قبل ما نبدأ الحصة ديالنا ما تنساوش أنكم تشتركوا عندي في القناة، تفعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم الفيديو، فكنشوف أنا الأغلبية ديالكم كتفرج وما كيشتركش عندي في القناة، وكذلك إذن ما كتخليوش لي جيم الفيديو. لذا الله يرضى عليكم، اللي استفدت شي حاجة يشترك عندي. إذن الا فهمتوا شي حاجه او عندكم شي سؤال خليوه لي في بلاصه التعليق، فانا اكيد كنقرا جميع التعليقات ديالكم احبتي الصغار. اذا على بركه الله غادي نبداو الحصه ديالنا. اذا عندنا كما قلنا نص قصه قطعه الخزف. اذا اتهيأوا للقراءه. اذا ما هي الادوات التي تصنع من الطين؟ اذا مثلا عندنا أواني لحفظ الأغذية مثل الجرة، أواني الطهي مثل الطنجرة أو القدر والأبارق والصحون، أواني لحفظ الماء إذا كالحجلة والقلة. جميل. إذا أحبتي بهذا الشكل، جميل. إذا هنا عندنا كما ترون ما هي الأدوات التي تصنع من الطين. إذا أواني لحفظ الأغذية مثل الجرة، إذا الجرة مثلا أو الجرة مثلا يوضع فيها السمن، الزيت الى غير ذلك. عندنا اواني الطهي الطعام، اذا مثل الطنجره او القدر، الاباريق، الصحون، اذا كاين بزاف هادو ومصنوعين من الطين. اذا اواني لحفظ الماء كالجحله والقله او القله كما كنقول احنا. اذا جميل، اذا احسنتم. اذا هنا السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول أتحدث عن بعض المدن المغربية التي تشتهر بصناعة الخزف. إذا عندنا من بين المدن المغربية التي تشتهر بصناعة الخزف مدينة أسفي، مدينة الرباط، مدينة سلا. أعيد، مدينة أسفي، مدينة الرباط، ومدينة سلا. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا هنا عندنا ألاحظ وأتوقع أضيف كلمات قبل أو بعد العنوان لأحصل على عنوان مغاير. إذا مثلا أنا درت لكم هنا قصة قطعة الخزف المدهشة، إذا درت بعد العنوان، إذا قصة قطعة الخزف المدهشة. أحسنتم أحبتي الصغار، جميل. إذا عندنا السؤال الموالي، الصورة تمثل لوحة فنية تعكس دلالة العنوان، أصف مشاهدها المركبة. اذا جميل، اذا احبتي الصغار كنا نقول مثلا الصوره تمثل لنا المراحل التي تمر منها صناعه الاواني الخزفيه او الفخاريه، ومنها مرحله التحضير، تحضير الطين، ثم مرحله التشكيل، ثم مرحله الحرق. اعيد، الصوره تمثل لنا المراحل التي تمر منها صناعه الاواني الخزفيه أو الفخارية، ومنها مرحلة تحضير الطين، ثم مرحلة التشكيل، ثم مرحلة الحرق. أحسنتم. إذا هنا عندنا انطلاقا من العنوان والصورة أتوقع ما سيتحدث عنه الكاتب. إذا كنا نقول أحبتي الصغار، ربما النص سوف يتحدث عن قطعة الخزف ومراحل تكوينها أو تصنيعها. أعيد، ربما النص سوف يتحدث عن قطعة الخزف ومراحل تكوينها أو تصنيعها. إذا جميل، إذا أحبتي الصغار أنتم خصكم تقراو النص قراءة جيدة، ضروري أنكم تقراو هذا النص، هذه قصة قطعة الخزف، ضروري تقراوه باش هكا وتقراوه قبل، يعني تقراوه قبل ما تمشيو للمدرسة، يعني قبل الحصة، باش هكاك ملي كتمشيو الحصة أو المدرسة أو المؤسسة ديالكم أو القسم كتلقاو راسكم فاهمين النص وقارين وعارفين علاش كيهضر. إذا جميل، إذا دابا غادي نمرو لفقرة الأسئلة. إذا جميل، إذا أفهم وأحلل، أقرأ النص بصوت مرتفع وأحترم مبادئ القراءة السليمة. عشاش كتقراو النص قراءة جيدة. إذا أقوم قراءتي وأحتكم إلى شبكة ملاحظات الأداء القرائي، ثم أشرح الكلمات انطلاقا من السياق. إذا مرقة، وقد، صرة. إذا جميل، إذا عندنا الشرح ديال هاد الكلمات هادو، عندنا كلمة مرقة بمعنى افترق، خرج من الجانب الآخر. أعيد، مرقة بمعنى افترق، خرج من الجانب الآخر. وقضي، إذا إشعال أو أشعل، أضرم. وقضي بمعنى أشعل أو أضرم. عندنا سارة،
وضعها في الصرة، يعني الحزمة، حزمها، وضعها في الصرة، ربطها وشدها. إذا صرة المعنى ديالها وضعها في الصرة، ربطها وشدها. جميل. إذا هنا عندنا السؤال الموالي، أبحث عن عائلة كلمة صنع. إذا هنا عندنا صنع، صانع، صناعة، مصنوع، الصنعة، مصنع، صناعية، اصطنع، اصطناعي، تصنيع. إذا نعود، صانع، صناعة، مصنوع، الصنعة، مصنع، صناعية، اصطنع، اصطناعي، تصنيع. جميل، أحسنتم أحبتي الصغار. دابا غادي نمشيو للسؤال الخامس، أربط كل كلمة بمعناها. هنا عندنا الدولاب، معنى هو كل آلة تدور على محور. الدولاب هو كل آلة تدور على محور. إذا غادي نديرو خط ما بين الدولاب وما بين كل آلة تدور على محور. هنا عندنا شقفة فخار، شقفة فخار بمعنى كسرة خزف أو قطعة خزف. شقفة فخار كتعني كسرة خزف. إذا غادي نديرو خط ما بين شقفة فخار وما بين كسرة خزف. هنا عندنا وطوحوا بالشقفة، وطوحوا بالشقفة بمعنى أرمي بها في الهواء. وهنا عندنا طوع الصانع القطعة بمعنى جعلها طيعة، طوع الصانع القطعة بمعنى جعلها طيعة. أحسنتم. إذا نمر إلى السؤال السادس، متى التقط كمال شقفة الفخار؟ متى التقط كمال شقفة الفخار؟ إذا التقط كمال شقفة الفخار لما كان في طريقه إلى المدرسة. إذا بهذا الشكل هذا. أحسنتم. إذا التقط كمال شقفة الفخار لما كان في طريقه إلى المدرسة. أحسنتم. السؤال الموالي، لماذا لم يرمي كمال شقفة الفخار بعيدا أو الخزف بعيدا؟ أعيد، لماذا لم يرمي كمال شقفة الخزف بعيدا؟ إذا لأن قطعة الخزف رجته ألا يفعل ذلك. إذا لأن قطعة الخزف رجته ألا يفعل ذلك. بهذا الشكل، لأن قطعة الخزف رجته ألا يفعل ذلك، بمعنى ترجته مش ميلحقهاش. جميل. إذا عندنا السؤال الموالي، إذا ورد في النص تحديد للمسار الذي تسلكه قطعة الطين قبل أن تصير قطعة فنية، أحدد هذا المسار. إذا جميل، إذا بهذا الشكل هذا أحبتي الصغار. إذا المسار هو العجين ثم آنية فخارية، بعدها تعريضها للتجفيف في الهواء الطلق، ثم إدخالها إلى فرن ملتهب. إذا العجين هو خلط التربة أو الطين. إذا كما قلنا العجين هو خلط التربة الطينية، بعدها تشكيل آنية الآنية الفخارية، بعدها يتم تعريضها للتجفيف في الهواء الطلق، بعدها يتم إدخالها إلى فرن ملتهب. إذا السؤال الموالي، كم تصل درجة حرارة الفرن لإنضاج القطعة الطينية؟ إذا تصل درجة الفرن إذا لطهي القطعة الطينية إلى 700 درجة مئوية. إذا تصل درجة الفرن إلى 700 درجة مئوية. أعيد، تصل درجة الفرن إلى 700 درجة مئوية. أحسنتم. هنا عندنا السؤال الموالي، إذا ما الذي يدل في النص على أن كمالا تلميذ مجد ومجتهد؟ إذا الذي يدل على ذلك هو قول الأستاذ، أنا فخور بك، فوطنك كسب مشروع طالب في البحث العلمي في المستقبل المنظور. أعيد، ما يدل على أن كمال تلميذ مجتهد ومجد هو قول أستاذه، أنا فخور بك، فوطنك كسب مشروع طالب في البحث العلمي في المستقبل المنظور. أحسنتم. إذا السؤال الموالي، أذكر بعض فوائد صناعة الخزف. إذا بعض الفوائد ديالو هي، أحسنتم، إذا من بين الفوائد إذا فهي مواد طبيعية لا تحتاج إلى التصنيع، فقط نحتاج إلى الطين، متوفرة في الطبيعة، كائنة في الطبيعة، وغير مكلف، فالطين غير مكلف. إذا جميل. عندنا السؤال الموالي،
قال الكاتب: الأواني المختلفة الأشكال والألوان والوظائف، أذكر بعضها ووظائفها. جميل، إذن بهذا الشكل أحسنتم. عندنا مثلا الطاجين، الطهي يستعمل في الطهي، الوظيفة ديالو هي الطهي. الجرة يتم فيها تخزين الطعام. القلة تخزين الماء. الموقد يستعمل لإشعال النار والطهي. القدر طهي الطعام. المزهرية التزيين. إذن جميل، إذن دابا غادي نمشيو لفقرة أرتب وأقوم. إذن السؤال الأول: أحدد الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية لكل فقرة في النص، ثم أعنونه وأجتهد في تلخيصه تلخيصا مركزا. أحسنتم. إذن هنا عندنا الفكرة الرئيسية، إذن التعريف بمهنة أو حرفة الخزف وطريقة صنع الأواني الخزفية. إذن هذه فكرة عامة، التعريف بمهنة أو حرفة الخزف وطريقة صنع الأواني الخزفية. أعيد، التعريف بمهنة أو حرفة الخزف وطريقة صنع الأواني الخزفية. جميل، عندنا الأفكار الفرعية. إذن الفقرة الأولى: مدينة آسفي معروفة بصناعة الخزف، تشكيل الأواني انطلاقا من طين خاص. إذن هادو أفكار فرعية للفقرة الأولى. مدينة آسفي معروفة بصناعة الخزف، تشكيل الأواني انطلاقا من طين خاص. جميل، هنا عندنا الفقرة الثانية. إذن تأخر كمال عن المدرسة بسبب حواره مع الشقفة. أعيد، تأخر كمال عن المدرسة بسبب حواره مع الشقفة. ضحك التلاميذ من كلام كمال. إذن ضحك التلاميذ من كلام كمال. ثانيا: تشجيع الأستاذ لكمال. إذن تشجيع نقاط. إذن تشجيع الأستاذ لكمال. أحسنتم. إذن عنوان آخر النص، كنا مثلا نقوله صناعة الفخار. إذن أو مراحل صناعة الخزف، بحال إذن صناعة الفخار أو مراحل صناعة الخزف. دابا غادي نمشيو التلخيص. إذن كتلخيص للنص: في الطريق إلى المدرسة وجد كمال شقفة فخار التي حكت له قصتها وكيف تحولت من طين إلى قطعة فنية أثرية. خبأها كمال في جيبه بعدما أدرك أنه تأخر عن المدرسة. وفي القسم أخبر كمال أستاذه عن قصة القطعة فضحك منه زملاؤه، لكن الأستاذ شجعه ورحب به داخل القسم. إذن أعيد، في الطريق إلى المدرسة وجد كمال شقفة فخار التي حكت له قصتها وكيف تحولت من طين إلى قطعة فنية أثرية. خبأها كمال في جيبه بعدما أدرك أنه تأخر عن المدرسة. وفي القسم أخبر كمال أستاذه عن قصة القطعة فضحك منه زملاؤه، لكن الأستاذ شجعه ورحب به داخل القسم. جميل، إذن أحسنتم. إذن دابا نمر إلى السؤال الثاني. إذن أعد رفقة مجموعة بطاقة فنية عن المراحل التي يقطعها الطين إلى أن يصبح أواني مختلفة الأشكال. جميل، إذن مثلا اكتبوا أحبتي الصغار بهذا الشكل هذا. إذن صغاري، المراحل التي تمر منها الأواني الخزفية، هناك أربعة مراحل في صنع الخزف. الطريقة الأولى أو المرحلة الأولى: تحضير الطين. يتم تحضير الطين بالعجن باليدين أو استعمال بعض الآلات لذلك. تشكيل الطين يتم بطرق شتى، وأسهلها يتم فيها تشكيل قرص الطين حتى يأخذ شكله المرغوب فيه. زخرفة الطين، ويتم ذلك عن طريق تزيين القطعة بالخدوش أو الألوان. حرق الطين، يتم ذلك داخل أفران درجة حرارتها عالية. إذن هذه هما المراحل لكي تقطعها قطعة الخزف أو الخزف يعني من الطين إلى تشكيل الأواني الجميلة. أحسنتم. إذن عندنا السؤال الموالي: ما رأيك في تصرف أصدقاء كمال؟ بماذا تنصحهم؟ وما موقفك من تصرف الأستاذ؟ إذن يمكن أن نجاوب بهذا الشكل هذا. إذن جميل، أحسنتم. إذن تصرف أصدقاء كمال أو أصدقاء كمال تصرف غير لائق، لأنهم سخروا من كمال واستهزأوا به. أنصحهم باحترام الآخرين
وتصرف الأستاذ كان في محله لأنه يشجع كمال على البحث والتعلم. أحسنتم. إذا جميل، إذا دابا غادي نمشيو للفقرة السؤال الموالي. إذا أنشئ فقرة أعبر فيها عن صنعة بلادي في مجال الخزف وأشيد بالصناع المهارة. أحسنتم. إذا بهذا الشكل هذا مثلا كنا نقولوا يعتبر المغرب من أهم منتج الخزف في العالم، وذلك لتوفره على تربة طينية مميزة ومشهود لها عالميا بالصلابية والطواعية. وفي نفس الوقت كما أن الصانع المغربي متشبث باستعمال الأدوات والأساليب التقليدية، إضافة إلى مهاراته في تزيين الأواني بطريقة جميلة. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا هنا عندنا أتحقق من توقعاتي قبل القراءة وأناقش ما توصلت إليه. إذا أحبتي الصغار فعلا فالنص تحدث عن مراحل الخزف أو الفخار. إذا أحبتي الصغار جميل، إذا بهكذا أحبتي الصغار كنكونوا سالين الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.